في اليوم الختامي لفعاليات المسابقة الرقمية الطلابية لاختيار أفضل الطلاب على مستوى الجمهورية لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية، نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة للطلاب وللمعلمين. تستهدف الندوة تعريفهم بالمؤسسة وأنشطتها والجهود التي تقوم بها في مجال التنمية المجتمعية. على هامش ختام المسابقة الوطنية لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية، قامت مؤسسة حياة كريمة بعمل جولة للطلاب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأت بمسجد الفتاح العليم مروراً بكاتدرائية ميلاد المسيح، ثم مبنى الخدمات بالحي الحكومي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم وشركة العاصمة الإدارية، وبالشراكة مع شركة سيرتيبورد العالمية. الموضوع مهم بالنسبة لنا ان احنا نخلي الطلاب يجوا يعملوا جولات داخل العاصمة الإدارية عشان يشوفوا كل المشاريع اللي موجودة هنا على الأرض، وينقلوا الصورة دي لأصدقائهم ولأهاليهم. وطبعاً يعني ده بيزود الانتماء لبلدنا. الحقيقة المجهود على الأرض وبشكل ميداني، سعداء جدا بالمنسقين مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية. وبعد الجولة شهد الحفل الختامي مشاركة كبيرة من الطلاب المتنافسين بالتصفيات النهائية بالمسابقة الوطنية، وتم خلال الحفل الإعلان عن الطلاب الستة الفائزين لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة. دخلت الحمد لله لحد ما وصلت أمريكا، وطبعاً أحب أوجه كل الشكر لكل مدربيني ومدرستي. مؤسسة حياة كريمة هي بالنسبة لي وفرت لي أنا كطالب كمشارك في المسابقة مكان كويس، أكل كويس طبعاً، حسنت شكل المسابقة أحسن من السنين اللي فاتت. مؤسسة حياة كريمة كان لها دور كبير في أنها توفر لنا كل دوت في أسبوع بس، والوقت والضغط كان كبير عليه، وفروا لنا تجربة حلوة قوي. المسابقة الوطنية تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للطلاب والشباب، وتعزيز قدرتهم على الإبداع التكنولوجي، وتوسيع قاعدة المنافسة الطلابية لتأهيل واختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر في المسابقات الدولية.